أطلقت دائرة صحة كركوك خلال احتفالية أقامتها في قاعة السلام حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية الخريفية التي أطلقتها وزارة الصحة لتلقيح الأطفال دون سن الخامسة. وطالبت دائرة صحة كركوك كافة المواطنين التعاون مع الفرق الصحية خلال مدة الحملة التي تستمر لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم. وتهدف الحملة إلى تلقيح جميع الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، حيث من المقرر أن تشمل الحملة أكثر من 210,000 طفل. تقوم دائرة صحة كركوك بحملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال، وهي الحملة الوطنية الخريفية الجولة الأولى للفترة من 18 إلى 18/9 للأعمار من 5 سنوات فما دون. وهذه الحملة تشمل جميع الأطفال في مدينة كركوك وفي ضواحيها وفي الأقضية والنواحي جميعا، وكذلك الأطفال النازحين إلى مدينة كركوك. نأمل أن نحقق الهدف المرجو من هذه الحملة، وعدد الأطفال الذين بحدود هذه الأعمار هم 210,000. نأمل أن نلقح جميع هؤلاء الأطفال في كل مناطق كركوك خلال فترة 5 أيام هذه. في موضوع آخر، أعلن رئيس